هلا صار فقرة جديدة مقدمينها خاصة بالموضة، وأيضا اليوم قدمين هيك جلابيات من الماركة الشهيرة زهرة كوتور اللي دائما بنقدم لها مجموعات مختلفة، ولكن المجموعة اللي عم نقدمها اليوم غير شكل، لأنه مقدمين لكم ألوان صيفية 100%، ألوان كتير زاهية، وأيضا بتتبع هيك ستايل السيدة اللي بتحب الأنوثة والرومانسية من خلال الألوان الهادئة اللي نحن مقدمينها. لكن هلا صار وقت رحب بضيفتي بالاستوديو شام دحروج، واللي هي خبيرة الموضة والمظهر وأيضا مصممة الأزياء. برحب فيكي شام. هلا بيكي سماح، كيفك؟ تمام، مبسوطة إنه اليوم أول مرة بتكوني موجودة معنا بمجموعة وكوليكشن غير شكل من زهرة كوتور. شو رأيك بالألوان هيك بشكل سريع؟ أول شيء الألوان كتير حلوة، متجهين للألوان الهادية يلي هي الموضة تبع السنة، يلي معظم دور الأزياء العالمية متجهة إلى، وهي الألوان بتلبق لكل البشرات سماح، مختلف درجاتها من الصبية البيضة أو الحنطية أو السمرة، فيعني بتليق على الكل، بلس إنه مزج اللون بين الفضي والألوان اللي مستخدمينها بالعبايات أوكي كتير عطيها جمالية أكثر للقطعة، ويعني شو بدي اقول احلى من هيك الوان هلا كثير الصبايا تشوقوا من خلال حكيك انه نحن شو هن الجلابيات بالضبط وهن تصميمين. حنطلع نشوف هيدا الفيديو لنتعرف على المجموعه اللي نحن مقدمينها اليوم. ان كنت تبحثين دائما عن الرقي والاناقه في اعتمادك اطلاله الجلابيه، فان الالوان تلعب دورا اساسيا في اختيارك. وفي هذه الحالة فإن درجات الباستيل الهادئة والمتنوعة التي تقدمها زهرة كوتور في هذه المجموعة تشكل عنصراً أساسياً لتحقيق الأناقة المنشودة والمفعمة بالأنوثة والرومانسية. نقدم لك المجموعة الأولى بتصميم الأكمام الطويلة وألوان الباستيل المستوحاة من الطبيعة، وتأتيكم بثلاثة ألوان هادئة: جلابية باللون الأخضر الهادئ، رقم الجلابية 387852، جلابية باللون الوردي الهادئ ورقمها 387850، جلابية باللون الأزرق الهادئ ورقمها 387848. المجموعة الثانية بتصميم الأكمام القصيرة بثلاثة ألوان مختلفة: جلابية باللون الأزرق الهادئ ورقمها 387842، جلابية باللون الوردي الهادئ ورقمها 387844، جلابية باللون الأخضر الهادئ ورقمها 387846. أصبح الآن بإمكانك اختيار أي تصميم من هذه المجموعة المميزة من جلابيات زهرة كوتور بدرجات الباستيل وتنسيقه على طريقتك الخاصة، كي تحصلي على إطلالة رزينة وغاية في النعومة والأنوثة. مجموعة أكثر من رائعة، كلكم أكيد متشوقين لتتعرفوا على أول تصميم موجود معنا، وهي بجلابية باللون الأخضر الهادئ اللي أنت كمان لابستيها اليوم وكثير حاببتيها. اكزاكتلي، كثير حاببتها كثير على لون شعري. سماح، بالنسبة لهي الجلابية، الجلابية كثير مريحة، مصنوعة من القماش الشيفون، موصولة بالبطانة اللي مخيطة فيها بالأصل، أوكي؟ حتى الفينيشينج إذا بتلاحظي الفينيشينج كثير نظيف. بالنسبة لهذا الموضوع القماشة ما بتجعلك يعني فيها سيدة تلبسها براحتها، يعني ما بتتضايق من هذا الموضوع. بلس بالنسبة للشكل الموجود عليها، الشك مثل ما بنطلع هون، الشك فيه عدة أنواع من الشك، أوكي، منه الستونز ومنه الشكل الصغير اليدوي ومنه الخيوط الذهبية، أوكي، اللي موجودة هون عنا، أوكي، وهذا بتعطيها وبتشكل مثل نص وردة بالطراف، أوكي، بتعطيها جمالية. البينك هاي مين السيدات اللي بتلبق؟ هاي بتلبق أكثر للسيدات يلي ما عندهم طول بالرقبة، أوكي،
يلي ما بيكونوا كثير يلي بيكونوا اعراض اكثر من الكتف، فيفضل انه تلبس هذا الستايل. اوكي الفي نيك. اوكي عم نشوف كمان الشك هلا وصلان لحتى لعند اليدين من الكتفين لحتى الأكمام. يا مزبوط حبيبي، الشك بيوصل لعند الايدين بحيث انه يعطيها جماليه مختلفه عن انه تكون ساده بس موجود بالقبه. فالديزاينر مهتم كثير بموضوع جماليه العبايه بشكل كامل، وبتنهيها عند الاسواره تبع الايد. اوكي بتنهي الشك بطريقه كمان ورده كثير حلو. يعني تفاصيل كثير صغيره. نحكي عن الماتيريال نفسها الشيفون. ليش حلو انه تكون هيك مجموعه صيفيه من الشيفون؟ الشيفون هو اخف اوكي وبيناسب عده مناسبات. فينا انه مثلا نلبس الشيفون سماحه بمناسبات سهره، فينا انه نلبسه بمناسبات الزيارات العائليه وكذا وهيك، فبيعطيه جماليه اكثر من اي شيء. بلس انه الدنيا صيف، فدائما الواحد بيتجه للشغلات الخفيفه، القماش الخفيف. بصراحة أنا بنصح هذا اللون لكل الصبايا، سواء كانت بيضة ولا سواء كانت حنطية ولا كانت سمراء، لأنه مثل ما ليك شايفة يعني أنا حنطية لابسته، أنتي أنا بالأحرى سمراء، أنتي بيضة لابستي كتير لابق، يعني أنه بيلبق هذا اللون على كل البشرات، فبنصح فيه لكل السيدات. بس خلينا نشوف الجلابية الثانية اللي لون باللون الوردي الهادئ اللي أنا كتير حبيته ولابستها اليوم، لأنه بيعرفوا كل المشاهدين أنا بحب البي. لبقتلك كتير. ثانك يو. احكي لي، نحن عم نشوف نفس التصميم بالاكمام الطويله، شو هذا اللون بيختلف، وحتى كيف اخذين هيدا اللون مع هالالوان الكريستالات مع اللون البينك، عاطي هيك اضاءه كثير حلوه. مزبوط، هذا اللون المفضل عند السيدات دائما. اوكي، واللون اللي ما بيبطل ابدا فينا نقول عنه. اللون كثير هادي، بيلبق للبشرات كثير، لكل البشرات اللون هادي، بس يعني بتحسيه انه عاطيكي هلاله من النور، يعني عرفتي. فاجت كمان الكريستال اللي عليه اوكي كمان عطاه جماليه اكثر، بحيث انه الكونتراست بين الفضي والزهر اوكي البينك الفاتح كثير حلو. وانا برايي يعني انه كل سيده لازم تاخذ هذا اللون. هلا انا اخذته دغري هيدا اللون، وبرجع بذكرهم اذا حابين تحصلوا على هالجلابيه باللون الوردي فرقمها هو 387850، جايتكم ضمن فرصه الاسبوع بسعر 139 دولار بس. هلا حنروح على الجلابيه الثالثه، هاللون الازرق اللي يعني عم شوفه كثير هلا على الموضه، كثير ماركات عالميه عم تدخل بهالالوان. بيصفي البشره كثير، يعني من احد اهميه هذا اللون انه بيصفي البشره كثير، هو تدرجات الازرق. فإجا هذا النوع اللون اوكي مع اللون الفضي كثير حلو، عطيه جماليه حلوه كثير، يعني مرافق لباقي البشرات. وكثير بنلاحظ فيه نجمات كثير عالميه بتتجه للون الازرق، بتلبسه كثير، حتى القصه تبع العبايه اوكي عم نشوفه كمان. هلا حنشوفه على نيلما هاللون الحلو كثير اللي عن جد. هلا انا بشوف في جلابيات كثير بتلبق على الشتاء، وجلابيات كثير بتروح هيك على الصيف على حسب ليكي الالوان اوكي. فهذا اللون اوكي بلس الماتيريال المستخدمه فيها عطيتها صفه صيفيه كثير قويه وحلوه كثير ومناسبه، يعني اللون الصيفي. فرقمها هو 387848، جلابيه اكثر من رائعه، سعرها كثير مناسب ضمن فرصه الاسبوع، بتاخذوها لمده 7 ايام فقط بسعر 139 دولار بس. هلا حننتقل على التصميم الثاني واللي هو تصميم بالاكمام القصيره، يعني جلابيه مختلفه تماما، عم نشوف نفس الالوان لكن عم نشوف تصميم ثاني يمكن يلبق للسيدات او سيدات تحب هالديزاين مختلف، او في السيده تاخذ هي الطله وهي الطله هي الطلة. تمام، عم نشوف هيدا التصميم اللي هي بالاكمام القصيره. بالنسبه لهذا التصميم هو مشابه كثير لهداك التصميم، بس هو اكمام قصيره. اذا بنلاحظ الشك بختلف عن الشك هنا هنيك، بس الشك اخذ شكل الدمعات هون وبينتهي بنص ورده. اوكي الشك معبي الكتف كلياته، الصدر والكتف، وطبعا واصل عنا بالاخير. الفينيشينج اذا بتطلعي مستخدمه كمان نوع من انواع الخرز، يمكن الخرز يا نوع من انواع الخرز اوكي، وناهيه فيه العبايه الجلابيه للاخير. صح عم نشوفه هون، يعني تفاصيل هي مو كل البراندات بتتبع. لا ما حدا بيتبع، حتى يعني شوفي الفينيشينج تبعها شو حلوه نظيفه
ما بنلاقي هيك شيء صراحه سماح بالسوق. مزبوط. عم نشوفها معناتها هلا على نيل، ما اذا حابين تحصلوا عليها فرقمها هو 387842، الوان كثير حلوه، لون طاغي وايضا محبب لكثير من السيدات. حابه احكي كمان عن الظهر، اذا فينا نحكي شوي عن الظهر. حنحكيها بس على الجلابيه البينك الموجوده معنا، نفس التصميم نحن عم نحكي لكن الوان مختلفه، فينا عم نقول هون نفس التصميم تماما منطقه الصدر. مزبوط. ولكن خلينا نشوفها من الخلف قديش مهتمين بالتفاصيل. يعني شوفي دقة الشغل وحلاوية الشغل، انه هي منها مثلا عاملة بس من الصدر وموقفة القطعة، القطعة متبعتها بشكل كامل، متبعتها بالحجار الكريستال مع ادوات الشكل مختلفة، بشكل انه السيدة فيها مثلا ترفع شعرها، فيها تجيب شعرها على جنب، او فيها يعني اي تقنية شعر اوكي، بحيث انه ما بيغطي جمالية من الخلف ومن الأمام. أبدا أبدا كتير حلو. أبدا أبدا عم نشوفها هلأ كمان على نيلما قديش طلي حتكون كتير حلوة، كمان هيك كتير كتير أنثوية، لون البينك وهالتطريز اللي عملته زهرة كوتور بهالمجموعة كتير حلو، مريحة العباية كتير، منا انه مثلا تقيلة عن الكتاف او شيء، خفيفة بتحسيها طايرة مثل الفراشة فيها. مزبوط. كمان هلا عم شوف الجلابيه اذا حبيتوها باللون البينك فرقمها 387844، الجلابيه الاخيره الموجوده معنا بالتصميم الثاني بالاكمام القصيره هي باللون الاخضر اللي انت لابسه نفس الشيء منه ولكن بالتصميم الاول، احكي لي عن هاللون. هذا اللون انا من الالوان اللي دائما يفضل انه اي سيده تحتويه بخزانتها سماح، لانه هذا اللون مثل ما قلت لك بيلبق على كل البشرات، لون غني، لون صيفي، محبب انه يكون موجود عند منك بالهي، وبلس انه مثل ما قلت لك كثير في 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 سيدات نجمات عالميه بتتجه عم نشوفه على نيلما كمان هلا. هلا نيلما شايف بالشعر الاسود هون، عم نشوفها بالشعر الاسود، انت كمان لابسه نفس اللون باللون شعرك لونه احمر، لابق على كل الجلابيات، حتى على الاشقر سماح بيروح، يعني بيروح على كل الوان البشر، كل الوان الشعر، كل الوان البشره، كثير حلو هذا اللون، وانا بتوقع انا بشوفه لون ملوكي بالنسبه لإلي. اذا حابين تحصلوا على هالجلابيه باللون الاخضر 387846، جلابيه اكثر من رائعه، برجع بذكركم رقمها هي بسعر بفرصه الاسبوع 126 دولار، يعني هدول المجموعه اسعارها شوي مختلفه عن المجموعه الاولى. خلينا نطلع هلا نشوف المجموعه، او خلينا نحن نذكر بالمجموعات الموجوده معنا من خلال ملكان اللي موجوده معي. اذا حبينا نحصل على الجلابيه الاولى باللون الاخضر الموجوده معي هون بالاكمام الطويله فرقمها هو 387853، ورقم وسعرها ضمن فرصه الاسبوع 139 دولار بس. متوفره هي الجلابيه بالاكمام الطويله بثلاث الوان مختلفه، عم نشوف باللون الاخضر الاول شيء ورجيتكم اياه، وبعدين عندنا باللون الوردي، والاخير كمان لنشوف اللون الوردي، والجلابيه الثالثه بنفس التصميم ولكن جايه باللون الازرق. هدول كل التصاميم هي بسعر فرصه الاسبوع 139 دولار بس. اما المجموعه الثانيه فعم نشوفهم بالاكمام القصيره، وعلى هي الملكان او هي التصميم هو باللون الازرق، وسعرها ضمن فرصة الأسبوع 126 دولار بس، جاية باللون الأزرق الهادئ، أيضا نفس التصميم ولكن بلون مختلف باللون الوردي الهادئ، وأيضا سعرها ضمن فرصة الأسبوع 126 دولار بس، ورقمها 387844. وأخيرا التصميم الأخير موجود معنا باللون الأخضر الهادئ ورقمها 387846، سعرها ضمن فرصة الأسبوع 126 دولار بس. أنا بتشكر كتير شام لوجودك معنا، عن جد بتشكر كتير، وبتمنى كل المشاهدين يكونوا استفادوا من النصائح اللي أعطيتوني إياها باختيار اليوم طلتهم. شكرا كتير سماح. شكرا كتير لإلك، رح نترك لكم الفرصة أنكم تطلبوا الجلابيات من ماركة زهرة كوتور من خلال الأرقام اللي حتظهر هلأ على الشاشة. أعجبكم المنتج؟ اضغط على إضافة في السلة.